السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ كيفاش دازت هاد 3 ايام ديال الصيام؟ مزيان، كنتمنى تكونوا على خير، كنتمنى وليداتكم العائله ديالكم تكون على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر الحريره، ماشي انا اللي غنحضرها، الوالده اللي غتحضرها. قالت لك عيات من الفشوش. هنا سبحان الله فينا كيكون فينا بيس كنتعمروا، ما خصناش نجلسوا، خصنا ديما الخدمه. سبحان الله الانسان اللي مول في الوقوف، اللي مول في الخدمه، ما تيقدرش يجلس، ما كيقدرش يرتاح، دونك بقات فينا عاده كاملين. قالت لك عيات، ومي كتجلس بزاف كيضرها جنابها. قالت لك لا، خصها تخدم، خصها هذا. كنقول لها الله يهديك، انا بغيت نفشك، بغيت كثر ترتاحي وتهدى، والو. قالت لك والو، ندير شي حاجه اليوم ان شاء الله. غادي نعطيها ديال الحريره، انت راجلي كتعجبو الحريره ديالها، كيقول لك نمبر 1 الحريره ماماك. ان شاء الله جوج انواع ديال البيتزا، وغندير ان شاء الله فوغ نوار. دونك هادو هما الاطباق اللي غادي نسميتو، وبطبيعه الحال هذاك التمر والشباكيه كتحطو تنزل ليا وسلو. قلت لكم راه ما كيتكاش داكشي، انا سبحان الله عندي حاجه حلوه، حاجه مع الحاله كياكلوا ولادي. دونك هذه هي الطبيعه ديالنا، كتبقى كتحط داكشي. وعاوتاني الانسان ملي كيكون صايم الشهوه وكيتمنى وكيقول هذا ندير هذا وناكل، ملي كتحط بلاصه سبحان الله كلشي نفس الهضره كيقولها، ما كيتكاش داكشي. دونك كنتمنى الاطباق ديالي تكون، كنتمنى الاطباق ديالي تعجبكم ان شاء الله. دونك بقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا شنو غندير اليوم ان شاء الله. دونك البنات على بركه الله غنبداو دابا، غنبدا بالبيتزا حيت غنخليها تعجن واحد نخليها تخمر واحد الساعه. دونك غندير واحد شويه الماء هنا بيسك ما عنديش كيعبر. المهم نتوما غديروا العجينه ديالكم اللي عنده ترموميكس راه عنده العبار، انا ما عنديش، غندير غير عيني ميزاني. غنكب الماء شويه، هنا عندي واحد كيلو وربع ديال الطحين راه غربلته. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، غنديرها في زليفه وغندير عليها شويه الماء ونخليها تتفاعل. هنا غنزيد شويه ديال الماء اللي باقي، غندير شويه ديال الملح، وغندير واحد نص كاس تقريبا ديال الزيت البلديه. هاد الزيت البلديه هي اللي كتخليها هشيشه صافي. وغندير الخميره ديالي، صافي، وغادي نخليها دابا تعجن مزيان، وديك الساعه غنخليها واحد الساعه حتى ترتاح، ومن بعد دابا غنمشي نصاوبو الفوغ نوار. البنات باش نديروا المقادير ديال فوغينوار كنحتاجوا واحد 6 البيضات كيكونوا على درجه حراره المطبخ، جبدوهم قبل بواحد ساعتين. كنحتاجوا جوج كيسان ديال الطحين، كاس ديال السنيده، جوج خميرات، واحد فاني، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. صافي هذه هي. دابا غندوزوا لطريقه التحضير. غناخذوا البيض غنديروا معاه السنيده، سهله هذه. صافي وغادي نضربوه. دابا غنزيد الطحين، غنزيدو بشويه بشويه، ندير كاس بكاس.
غندير الكاس الثاني، غنزيد الخميرة، نزيد الكاكاو، صافي ونخلطو. نحاولوا نخلطوا الخليط مزيان. بالنسبه للحريره ما غاديش نوريها لكم لان راه درتها نهار الاول، راكم عارفين كيفاش الطريقه. انا دابا الحريره غتصوبها الوالده ديالي، الوالده قالت لك ما تبقاش جالسه كيضروها جنابها. شكون اللي عنده الوالده ديالو بحالها يقولها لي في الكومونتير، قالت لك ولفات الشغال. وراجلي نيت كيبغي الحريره ديالها لان كيقول لك نمبر 1، الحريره ديال امي كيقول لك نمبر 1، وبصح كتجي زوينه كتجي لذيذه. دونك بغات تخدم عطيناها، حنا بغينا نفشوها زعما تجلس ترتاح وهي ما بغاتش تفشش. دونك راه كتصوب الحريره، دونك هذه بلا ما غادي نوريها لكم، راك عرفتوا نفس الطريقه. صافي البنات كتخلطوا مزيان، كناخذوا واحد يا اما مول واحد وكتشدوها كتقسموها على جوج، يا اما كديروا جوج. انا غادي ندير جوج باش تجيوني مقادين. دهنتهم بالزبده ودرت لهم شويه ديال الكاكاو. من الاحسن ما ديروش ما يكون عندكم الكيك مثلا ولا الحلوه فيها الكاكاو، ما ديروش الطحين باش ما يبقاش يبان داك الفرق ما بين الطحين بيض والحلوه. دونك انا درت لها الكاكاو وغادي نقسمها على جوج. المهم عيني ميزاني صافي. انا في هذا الاثناء راه شعلت البنات الفران، درتو على 180 درجه فرفاره صافي. غادي نخليها واحد هي دغيا كطيب واحد ثلث ساعه تقريبا، وكنتوما كتقلبوا راه كما عارفين ها المبتدئات كديروا واحد العويد وكتخشيو الا بانتكم خرج ناشف راه الحلوه ديالكم طابت. البنات انا درت هنايا كفته كنقليها غير غنشحرها هكا في البوطه، ودرت هنا شويه ديال البطاطا غتسلق شويه ديال الملحه باش نصوب البيتزا. وهنا الحريره الوالده عطي واحد الريحه طالعه البنات زعما احساس شي شكل كتشكروا الطفوله ملي كتلقاو شي واحد كيصوب لكم شي حاجه. واش نتوما نفس الاحساس عندكم ولا لا؟ كتجيكم قداش. دونك غنخليو حتى يطيب هذا، هذه غنصفيها وهذه غنطيبها وندوزو باش نصاوبو البيتزا. البنات من بعد ما خمرت لينا البيتزا انا قرصتها وثقبتها. انا غادي نستعمل غير هذه ديال البواطه، يمكن لكم تستعملوا مطيشه الاخرى.
دونك البنات غادي نزيد شويه ديك الفلفله في الالوان. انا كنقطع على شكل طولي باش حيت وليداتي الا ما بغاوش مثلا فلفله، كاينه بنتي ما كتاكلش الفلفله مثلا، الدراري كياكلو، الا ما بغاوش يمكن زعما يمكن لا تحيدو، ما لا قطعتها صغيره غتصعب عليها باش تحيدها. داكشي اش كندير على شكل طولي. دابا انا راه شعلت الفران على 250 درجه، بالنسبه للبيتزا راه خصو يكون فران سخون جدا و جدا زعما العربيه و سميتو، و كتستعملوا الفرفاره ما كديروش من تحت الفوق، لان الفوق كيكون الفرماج باش ما يتحرق لكمش، كديروا فرفاره. هي الفرفاره كتخلي البيتزا تنفخ وكتخليها تطيب من تحت ومن الفوق بلا ما يتحرق الفرماج. المهم كنضم البركه صافي. دابا غندير شويه ديال الفرماج. صافي كندخلها الفران، كتبقى تراقبو كتقلبوها من تحت كتبقى تراقبو. انا بالنسبه للمبتدئات كيبان لكم هاد الجناب راه تحمرو ولتحت كتبان لكم طاف واحد ثلث ساعه ماكسيموم. دونك هذه الثانيه غادي نديرو لها لاكريم، غنديروها بيضه ما غنديروش. هادي كديرو فيها القطعة مسلوقة، وكديروا فيها الفخوماج غاكليت. هذا راه واحد البنه فيه بنات زوينه. كتزيدو موزاريلا، حتى هي نفس الشيء كديورها كديروها في الفران واحد ثلث ساعة ولا ربع ساعة. دونك البنات من بعد ما كطيب لكم الكيك ديالكم كتاخذوا الليمون هنايا كتعصروه وكتحاولوا تسقيو. انا كنفضل نسقيها بالليمون، نتوما لو بغيتو ديروا السيرو ديال الماء والسكر ديروا الماء والسكر، كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو. انا كنفضلها بالليمون، الليمون كتجي مزيانه، ولا القهوه ولا الماء والقهوه كل واحد شنو تيدير. Thank you.
انا ما صفيتش ليمون، نتوما صفيوه. انا كنبغي هاد اللي سميتو اللي انا هادشي فيه المنافع، هاد نتوما لو بغيتو تصفيو ولا ما بغيتوش يبان لكم هادشي، انا ماشي مشكل حيت ما عندي حد غير انا وليداتي، ماشي ضروري. دونك كتاخذوا لا كريم ديالكم كتطلعوها. انا البنات ما طلعتش ليا مزيان لانها ما بارداش وانا مزروبه، خاصها تكون لا كريم بارده باش تطلع مزيان. ما كنتش درتها في الثلاجه. كتجيبو النصف الثاني، هذا راه غير الكاكاو حتى هو كتسقيوه. دونك دونك البنات كانت هذه هي المائده الرمضانيه ديالنا ديال اليوم الرابع. دونك ها لي بيتزا كيفاش كيجيو، كيجيو محمرين. هذه ديال الكفته، هذه الحريره الوالده، فوغ نوار. ها البيتزا الاخرى لا ميم شوز. دونك طبيعة الحال سلو شبكيه، هذوك ديما كتبقاو تحطو وتنزلو ما كياخذ حتى واحد. دونك الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بهم في القناه ديالي، ما ينساوش ينخرطوا، ما ينساوش يبارطاجيو باش تكبر العائله ديالنا. والناس حبابي شكرا لكم على لي كومونتير زوينه بحالكم، كنشكركم بزاف. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله.